السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 26/7 اللي فات جبت عرض سعر للاتنين يو بي اس. اليو بي اس عبارة عن انفرتر وبطارية خارجية، الماركة هندي. قلت اعرض عليكم الاسعار اللي انا جبتها بالتاريخ ده. هوت اول حاجة، اليو بي اس الاولاني عبارة عن انفرتر 700 فولت امبير زائد بطارية خارجية 100 امبير ساعة. اليو بي اس ده يشغل مروحة وخمس لمبات وتلفزيون. السعر 8500 جنيه، يشغل الأحمال لمدة 3 ساعات. طيب بعد كده اليو بي اس التاني انفرتر عبارة عن 900 فولت أمبير وبطارية خارجية 190 أمبير ساعة، يشغل مروحة وخمس لمبات وتلفزيون وتلاجة. السعر 11000 جنيه، ويشغل الأحمال 3 ساعات. طبعا الانفرتر ضمان سنة والبطارية ضمان 3 شهور. قلت أعرض عليكم الأسعار عشان يبقى عندكم خلفية عن متوسط السعر اللي موجود في السوق طبقا للقدرات اللي موجودة واللي متوفرة في الوقت الحالي.